وينضم إلينا من الخرطوم عبر سكايب مراسل الغد محي الدين جبريل. محي، العنوان الأبرز في هذا الاجتماع مناقشة الأوضاع الأمنية أو التهديدات الأمنية وربما دخول الجماعات المسلحة عبر الحدود إلى ليبيا. ما الذي يمكن أن تقدمه الخرطوم تحديدا في هذه النقطة؟ زميلتي، الخرطوم ربما ستطرح أوراق تناقش الأوضاع الأمنية، وهذا ما لمسناه في الكلمة القصيرة التي ألقاها وزير الخارجية السوداني قبل قليل في الاجتماع في جلسته الافتتاحية والتي لا تزال منعقدة في هذه الأثناء. وزير الخارجية السوداني تحدث في معظم كلمته عن ضرورة حل الإشكالات الأمنية، على ضرورة على الأقل مواجهة الجماعات الإرهابية المسلحة الموجودة في ليبيا وسد المنافذ عليها. أيضا ممثلة الاتحاد الأفريقي أو مبعوثة الاتحاد الأفريقي لليبيا أميرة الفاضل دعت في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية إلى تضافر الجهود الإقليمية والدولية والعربية مع مجهودات دول الجوار الليبي في عقد مؤتمر جامع يناقش المشكلة أو وضع أسس لحل الأزمة الليبية، وقالت إن الاتحاد الأفريقي سيسخر كل إمكانياته لدعم هذه الجهود. طيب، يعني بعض المصادر تحدثت محيي عن أنه سيشهد لقاء وزراء خارجية دول الجوار ربما مبادرة من الاتحاد الإفريقي حول المصالحة الوطنية وربما مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر الحدود. هل من معلومات حول ملامح هذا الموضوع أو هذه المبادرة على الأقل؟ حتى الآن مبادرة الاتحاد الأفريقي التي صرحت خلال كلمة أميرة الفاضل قبل قليل مبعوثة الاتحاد الأفريقي إلى ليبيا هي طرحت عنوان عام لمبادرة بعقد مؤتمر دولي جامع لمناقشة أو وضع أسس لحل الأزمة الليبية، وقالت إن الاتحاد الأفريقي كما أطلقت يسخر كل إمكانياته، ولكن ستعقد هنالك جلسات مغلقة بعد قليل ربما يتم تداول فيها بقية الأوراق الأخرى، خاصة ما أشار إليه حسان سلامة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة من أن هنالك جماعات، قال إن هنالك معلومات عن جماعات إرهابية متطرفة تسللت من نيجيريا وتقيم الآن في الجزء الجنوبي الغربي من ليبيا، وحذر من مستقبل وجود هذه الجماعات في ليبيا ربما تزيد الوضع الأمني على سوءه سوءا. إذن سنبقى معك على تواصل لمتابعة ما سيرشح عن الاجتماع. أشكرك جزيلا مراسلنا من الخرطوم محي الدين جبريل، حدثنا عبر سكايب.